مارب ونروح على جزيرة سقطرة. هذا كان عيال مثالنا اللي يعرض يعني للضغوط النفسية. ممكن نوصل المرحلة. تأثر ها؟ في يعني إحنا نلحق. والله إني واحد بيسافر ما يخلوه حتى يأخذ راحته بس يلا. والله جاء العلم في مشكلة. قلت فين؟ وصلت والله طلعت. فعلا مشكلة. كمل كمل. كمل كمل. خليه يسمع شوف نزل. تثبت. المهم قلنا نشوفنا سفينة ولا قارب. حلو. ونطلع فيه طبعا يعني صح. ناخذ معانا العزبه الاشياء حق الطعام زي كذا طيب شاء الله وندعس بالقارب ان شاء الله انه نص ساعه يعني. ولا عادي حتى لو ثلاث ساعات اصلا البحر جميل والاجواء جميله هناك وغيوم ويكون معايا كاميرا وطول الوقت اصور وامشي اصور وامشي طبعا اصور يسموها ذي جزيره سقطرة من بعيد وكل ما اقرب 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 اصور 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 لما تكتمل الصوره اسوي مونتاج اجيب الصور كذا ورا بعض وهي من بعيد تكبر 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 تمام الصور ديوا بالله على الصوت بعدين تكبر تكبر الصوره ذكي بالمونتاج بعدين ابدا اخش من جوه الجزيره واقعد اصور اطلع من فوق البيوت اللي هناك جبتكم تقاسم الصدمه هذا كثير علي حرام خلونا نكمل ايه خلونا نكمل تبغى نضرب اسمع اسمع ما عليكم من هذول اللي رد الصوابه والله العظيم اني انا في خاطري انه يعني الوضع اللي صاير زي كذا النائب بعد حتى انت في زي الاكواخ الواحد يقعد فيها تمام اوه اول شيء مصور الكوخ ويجيب لي ذاك السرير اللي يكون من ريش الحمام اللي زي حق اللي في الريف طيب الحين ما درى هو العصافير ولا هو نايم خلاص خلاص المهم ما يدري لا ازعجهم العصافير طبعا مو عشان شيء عشان عشان نبصم الصور بعدين عشان مناظر جميله الواحد ما يتحمل لازم يصور وممكن نصور شويه سنابات وكذا وبعدين يصورون سنابات سطوح صورون سنابات في الكوخ اللي في العصافير تقول بعد اذنك شلنا يا صالح ونحط ناموس اذا كان في ناموس عشان ما تجينا حشرات وزي كذا لانه هنا ما شاء الله في ناموس كثير فانا خايف هناك عشان في خضار يكون في ناموس اكثر سلامتك فالمهم نحط ناموس زي كذا ان شاء الله واذا كان الجو بارد شو تقول يا فجعت والله المهم بروح ارجع جيب لنا حطب وزي كذا ونطبخ على نار الحطب لأن على تمام يعني والله ازعجتهم حرام والله هديه تقول كذا تعال 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 ارجع ارجع ها المهم انت ايش طبعا الاكل لما يكون على الحطب ألد من الغاز والفحم من الاشياء يكون الطعم ألد فالمهم ونتكي ونصور ونرقد بدون مكيفات على هوا ربي الجميل تجي ذيك الرقده في سقطرة يعني مثلا قلنا لو نوصل لو نوصل بعد العشاء تمام طبعا ما الغروب نوصل كذا قبل ما تغرب الشمس نوصل نصور في الغروب بعدين يصير ليل وهدوء واستكنان ونقوم متى نقوم قبل الفجر طبعا الجو يكون ابرد ونلبس ملابس شتويه وندفى عند هذا ونصلي والجو بارد بعد ما نغلق صلاه نبدا نسوي الفطور في الصاج ذاك الاسود ونسوي فتة دخنة وكذا يعني فطور فخم يكون فيه قشطه وعسل وسمن اشياء كذا تفيد الواحد طبعا السمن وعسل ذي لازم نحطها في الشنطه معانا يعني واحنا راجعين لانه ما ماشي كما شيء اصلي المهم وبعدين نقوم نسوي الفطور ويبدا شو اسمه تبدا شروق الشمس نبدا نصور ممكن اكمل هذه المهم نبدا نصور شروق الشمس وامسك الصاج حق البيض وارفعه كذا واصوره مع الشمس مع الشروق كذا اول ما تشرق الشمس تشرق الشمس تشرق المهم وكل صحن اي صحن بيجي ان شاء الله لو انه خبز برفع الخبز وصوره مع الشروق مع المناظر الجميله ونفطر وشاي عدني طبعا شاي حليب يعني عدني في ناس يقولوا كرك كله عدني اوه يا شاي الكرك افتكرت شاي الكرك شاي الكرك هذا قصته قصه هو شاي عدني اصلا يعني بس قالوا انه كرك عشان يصير كشخه والناس تبدا تشربه ولا هو عدني حليب وتختلف شويه البهارات لكن الفكره نفسها والهذا نفسه ممكن واحد اصلا كان يسوي شاي عدني ونفس اللي يسووه شاي الكرك ذا الحين بس انه كل واحد يحط البهارات اللي يبغاها والنكهه اللي يبغاها المهم وبعدين لما كذا تصير الساعه 9 و10 نبدا نلفلف الجزيره ذي نلفلف ونصور مع الشمس والشروق يعني والله قصة جميلة مبسوطين المهم بعد ما نخلص كذا بعد الظهر برضو نتغدى هناك ونمشي متى نمشي كذا بعد صلاة العصر هذا مسيان يعني ايه بعد صلاة العصر نرجع
نصير نوصل هناك على متى؟ على غروب الشمس. ونبدأ نصور اليمن من بعيد قبل ما نوصل اليمن كذا من بعيد، وبرضه اسويها بعدين بالمونتاج انه هي من بعيد من بعيد، وكل ما اقرب كيف تسوي مونتاج وانت الى حين تمشون بس انا اصور عرفت كيف؟ اصور 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 وهي من بعيد، كل ما اقرب تكبر طبعا. بعدين اسوي مونتاج انا وهي ورا بعض كذا وهي كذا. حلو مزبوط. ونبدا نرجع لفين؟ نرجع لسيارة نادي اللي كنا موقفين على جنب. حلو. المهم نرجع وش معانا طبعا من جزيرة سقطرة؟ صور ودائما، اما الاشياء الثانية العسل والسمن والاكل بناخذه من هناك. حلو. فالمهم طبعا رجعنا السيارة نركبها على طول ما ينفع، ايش قلنا سوينا في السيارة اول؟ قلنا غطيناها اول عشان في امطار. شوف شوف تلتفت الاخت تقول ها ايش رايت؟ هم ان شاء الله جايين معانا. او اخوانكم ان شاء الله بيجوا معانا. المهم نوصل عند السيارة نشيل الغطاء لانه قلنا نغطيها اول عشان الامطار، نخاف تنعدم ولا تروح اللمعة ولا شيء. فنشيل هذا ونحطه في الشنطة لأنه ما ينفع نرميه في الأرض ونمشي. نرجع نحطه في الشنطة، نرجع نركب إحنا والأهل وزي كذا وذا، والكاميرا حطها في شنطتها وحطها ورا عشان لا تنعدم وتتكسر. حلو. وإذا في شيء صور بجوالي سنابات زي كذا وأنا ماشي. الله. وارجع على فين؟ على فوق. طبعا كنا في الجنوب، إحنا نطلع على فوق نرجع لازم نسوي ختامية للأهل والأقارب اللي في الحجة، نروح لهم وزي كذا. بعدين طبعًا. بعدين اعتقد والله على حسب الخطه، اذا صنعاء قبل حجه يمكن نروح صنعاء بعدين نروح حجه، اما اذا حجه قبل صنعاء يمكن نروح حجه بعدين صنعاء. على حسب الخريطه والله اني ناسي. حلو. ايه فاعتقد انه اول شيء نروح صنعاء بعدين حجه بعدين نمسك خط على جيزان. فلما نمسك خط على جيزان نرجع نزور الناس وذا ما ينفع. حلوة. نمسك خط نكمل خلاص. ايش رايك بالموضوع؟ تمام. ان شاء الله اذاكم انتم معنا، واذا انتم ما انتم معنا ان شاء الله غيركم اخوانكم بيكونوا معنا. لا لا هم ان شاء الله. المهم فالمهم نكمل نرجع على فين؟ على ديارنا اللي عشنا فيها وذا، والشنطه مليانه سمن وعسل وذا.